كما ترى بعض الإخوة عمر ما كان ثم مشكل ما بين تركيا وما بين تونس في كل الأزمان، لا في الزمن العثماني، في الزمن العثماني ما زال ثم شارع تعرفوه جميعا اسمه سيناء سيناء الباشا في العاصمة، هو القائد التركي العثماني الذي جرى حرر تونس وكانت تحت الاستعمار الإسباني، وكان ممكن تونس تتحول كما تحولت الأندلس إلى بلد إسباني، ولكن الجيش العثماني تونس من الاستعمار، ولذلك هو محرر مش مستعمر. فيديو خارق للعادة، بقينا فيها شوية تشويش. هي الزمن العثماني، هي أنت اللي شرجاب، هي ما نجمتش أنت اللي شرجاه، هذه بالحيلة، هذه بالتابليت نتاعي، حطيت التابليت قدام الإكران تاع الكمبيوتر وتيلي شارجيت هكا فيها حس نتاع مساجات، واحد باه يتعدى، خش نقعد نستنى حد المساجات حتى يوفى، سجلتها، المهم سجلت. وتو نحاول نحطها في الجوجل ومن بعد في الفيسبوك، كان نجحنا تو خاطر تو سانسور عند النهضه السي ان اي هذايا السونتر ناسيونال دي لانفورماتيك تتحكم فيه النهضه، تو اي فيديو نجي تيليشارجاها يقول لي ان يا اوكون فيديو ولا امبوسيبل دو تيليشارجي سيت فيديو، ولات مشكله هذه يلزمها الناس الكل تحط اليد في اليد وتجبد الموضوع هذا، النهضة هي اللي قاعدة تعمل في البلوكاجات وفي السانسور لأن عندها هي من بكري. داكور، مرسي، باهي، بالسلامة.